النهاردة هنعمل أبل كرامبل كيك، اللي هي كيك التفاح بالكرامبل. التفاح من الفواكه اللي بتعمل بيها حلويات جميلة كتير جدا. عندي على القناة 4 وصفات، هي الأبل شترودل، الأبل كرامبل، الكايزرشمان، ودي وصفة نمساوي من غير فرن، والأبل كيك على الطريقة الألمانية. تلقوا اللينكس بتاعتها على الشاشة وفي صندوق الوصف. أنا رندودة ودي قناتي، ولو لسه مش مشتركين معايا ياريت لو تشتركوا وتدوسوا على الجرس عشان ما تفوتكوش أي وصفة جاية إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نبتدي بالمكونات. الكيكة دي عبارة عن عجينتين، العجينة الأصلية اللي هي البيز وعجينة الكرامبل، وانا بعملها بالعجينة المتوازنة. وللناس اللي عندهم ميزان بيقدروا يظبطوها كويس قوي، لان بنوزن البيض ونفس وزن البيض بنوزن سكر ودقيق وزبدة. اول حاجة هنجهز التفاح وهنقطعه شرائح صغيرة ورفيعة، نحاول نخليها بنفس السمك تقريبا علشان تستوي في نفس الوقت. هناخد 4 بيضات هيكون وزنهم في حدود 225 جرام. بيض ممكن نستخدمه صحيح او ممكن نفصل الصفار عن البياض. خطوة اضافية اختيارية بتخلي الكيكة هشة شوية اكتر، بس طبعا بتاخد شوية مجهود اكتر. البيض ضروري يكون بدرجة حرارة الغرفة. للناس اللي عندها ميزان هنوزن الزبدة نفس وزن البيض، والناس اللي ما عندهمش هناخد 225 جرام زبدة اللي هم يعادلوا كوباية معيارية. زبدة كمان تكون بدرجة حرارة الغرفة. الدقيق نفس وزن الزبدة والبيض او 225 جرام اللي هم يعادلوا كوباية ونص. السكر برضو هيكون وزن البيض، يعني 225 جرام اللي هم يعادلوا كوباية ومعلقتين كبار. واللي بيحب الحاجة مسكرة ممكن يزود كمان معلقتين كبار سكر، لان الكيكة دي سكرها خفيف. السكر كل ما بيكون انعم كل ما بيكون احلى في الكيك. الترتيب اللي هنعمل بيه العجينة هو الترتيب التقليدي لأي كيكة عادية بالزبدة. أول حاجة هنخفق الزبدة. هنخفق الزبدة لغاية لما توصل للقوام الكريمي وشكلها هيكون زي كده، وبعد كده هنضيف السكر وهنخفق الزبدة والسكر مع بعض لغاية لما يندمجوا. لما الزبدة والسكر يندمجوا هنضيف البيض. زي ما قلتلكم ممكن نضيف البيضة بحالها أو نفصل البياض عن الصفار. أنا فصلت البياض عن الصفار، فهضيف الصفار واحدة ورا التانية، واحدة وأقلب لغاية لما تندمج، وبعد كده هضيف صفار البيضة التانية لغاية لما تندمج، وهكذا لغاية لما أخلص ال4 بيضات. ومع إضافة البيض هنضيف كمان معلقة صغيرة فانيليا، وهنخفقهم بس لغاية لما البيض يختلط كويس مع الزبدة والسكر. هاخد بقى الدقيق، وطبعا الدقيق لازم نكون نخلناه كويس، وهضيف عليه معلقتين صغيرين بيكنج باودر. قلب البيكنج باودر على الدقيق، وبعد كده هنضيفه على الخليط. الدقيق هضيفه على 3 أو 4 مرات. مهم قوي بعد ما نضيف الدقيق ان احنا ما نقلبش كتير زيادة، يعني بنقلب مجرد بس ان الدقيق يختلط مع بقية المكونات. لو خفقنا زيادة بعد إضافة الدقيق النتيجة هتكون إن احنا الكيكة ممكن ما تعلاش كويس، وكمان ممكن ما تبقاش هشة زي ما احنا عاوزينها. ضروري في النص نوقف ونلم الجناب ونتأكد إن الدقيق كمان اللي في القعر كله اختلط مع بقية المكونات. تناوب مع الدقيق هضيف كمان 3 معالق كبيرة حليب. طبعا احنا نقدر نعمل الكيكة دي بالخفاق اليدوي مش لازم بالعجانة. لو فصلنا صفار البيض عن البياض نخفق البياض لغاية لما يعمل رغوة ويبقى متماسك جدا، بحيث ان احنا لو قلبناه ما يقعش. هنكون مجهزين البياض ده قبل ما نبتدي في العجينة ونحطه في التلاجة. هنضيف بياض البيض على بقية العجينة بطريقة التطبيق، يعني هنقلبه بشويش قوي من تحت لفوق لغاية لما البياض يندمج مع بقية المكونات. كده جهزت العجينة بتاعت الكيك. هنجهز حشوة التفاح. هنضيف على التفاح معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة عصير ليمون. اخر حاجة هنجهزها بقى هي خلطة الكرامبل اللي هي العجينة التانية. الكرامبل دايما بيكون عبارة عن زبدة او مادة دهنية وسكر ودقيق. اللي هيميز الكرامبل ده ان احنا هنضيف كمان لوز مفروم. هناخد 115 جرام زبدة ساقعة اللي هي تعادل نص كوباية، وهنقطعها مكعبات صغيرة. 75 جرام سكر اللي هي ربع كوباية زائد معلقتين كبار. 150 جرام دقيق اللي هو يعادل كوباية. و40 جرام لوز مفروم وده يعادل 1/3 كوباية. الأول هنخلط الدقيق مع اللوز ونحطهم في وعاء كبير نقدر ان احنا نخلط فيه.
والسكر ضفت له شوية سكر فانيليا، وده اختياري ولكن بيدي نكهة حلوة. ونضيف الزبدة والسكر على الدقيق واللوز ونفركهم مع بعض لغاية لما يختلطوا مع بعض ويعملوا كرامبل. كرامبل يعني فتافيت، بس هي مش فتافيت صغيرة قوي، هي فتافيت كبيرة شوية. اللي بيحب طعم القرفة ممكن يضيف كمان ربع معلقة قرفة على الكرامبل، والكرامبل لازم نفركه بإيدنا، وده شكله لما جهز. هنجهز بقى القالب بتاعنا بالمكونات. طبعا القالب ضروري نكون دهنينه بالزبدة، ويفضل نحط فيه ورقة خبز عشان ما يلزقش. أول طبقة هنحطها هي طبقة عجينة الكيكة، وهنفردها في القالب، وبعد كده هنضيف خلطة التفاح هنفردها فوق طبقة العجين، وآخر طبقة بقى هي طبقة الكرامبل هنرشها على وش التفاح بحيث ان احنا نغطيه كله بس. وكده الكيكة جاهزة على الفرن. هنكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. الكيكة دي بتاخد شوية وقت، يعني هتاخد تقريبا ساعة في الفرن، ولكن بعد 45 دقيقة ممكن نعمل اختبار خلة الأسنان ونشوف إذا كانت الكيكة استوت ولا لا. بس كده خلصت وصفة النهاردة، كيكة التفاح بالكرامبل، طعمها جميل جدا جدا، وبالهنا والشفا. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الوصفة الجاية. باي باي.